اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين كلام وبننقل لحضراتكم كمان ابرز الفعاليات اللي بتحصل دلوقتي في العالمين. وفي الحقيقه الاجواء هناك مميزه جدا، وطول الوقت في فعاليات مختلفه ومتميزه. خلونا دلوقتي نروح لزميلنا محمود جميل مراسل القناه الاولى في العالمين الجديده عشان نعرف منه ايه هي اخر المستجدات والفعاليات. اهلا بيك يا محمود. مساء الخير عليك يا بسنت، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. في البداية خلينا أقولك اللي لسه ما جاش العالمين فايته كتير جدا، لأن الحقيقة الأجواء المبهجة الجميلة اللي لسه ما زالت مسيطرة على مدينة العالمين الجديدة جميلة قوي ومستمرة ولا تتوقف. خلينا أقولك في البداية يمكن الهدف من هذا المهرجان بدأنا نشوفه موجود النهاردة على أرض الواقع، وهي حالة الانبساط اللي موجودة بين الناس، وكمان حالة ازدياد عدد الزائرين والمقبلين على مدينة العالمين الجديدة في كل المناطق اللي فيها الفعاليات. خلينا أقولك أن منذ قليل طبعا كان موجود فرق الفنون الشعبية والتنورة في المنطقة الترفيهية، والحقيقة شفنا النهاردة في عدد كبير بقى من الأطفال، يعني الأطفال بدأوا إن هم يكونوا موجودين بأكبر عدد. الأسر بدأت إن هي تيجي هنا في المنطقة الترفيهية وتشوف الفعاليات اللي موجودة وتحضرها وتكون مبسوطة كمان. وخلينا أقولك إن أنا من خلفي دلوقتي الألعاب الرياضية اللي موجودة اللي بتستعد الأسبوع قوي جدا في الفعاليات الرياضية. عندنا ملعب الفولي بول، عندنا البادل، عندنا الباسكت بول، عندنا كرة القدم، بالتالي هيكون عندنا الأسبوع ده بداية قوية جدا فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية. وخلينا أقول لكم كمان إن النهاردة كان في إقبال على الشاطئ العام اللي خصصته الشركة المتحدة، ودايما بنكون حريصين عن إن احنا نتكلم في النقطة دي تحديدا، لأن الحقيقة من وقت تخصيص الشركة المتحدة لهذا الشاطئ بدأنا نشوف حركة ازدياد كبيرة جدا للزائرين من مختلف المحافظات، وان هم يكونوا موجودين على الشاطئ ويستمتعوا بالميه الجميله بتاعه مدينه العالمين الجديده، ويستمتعوا كمان بالاجواء الجميله بالنسبه لحاله الطقس، وبالليل كمان بيقضوا وقتهم على الممشى السياحي ويشوفوا كل الفعاليات اللي موجوده. خلينا اقول لكم ان النهارده يعني عرفت ان في استعدادات خاصه بتتم في منطقه اليو ارينا لاستقبال حفل القيصر كاظم الساهر، وفي استعدادات خاصة تقريبا في مفاجآت كده هتكون يوم الحفلة، وفي استعدادات لدخول الجماهير، لأن طبعا متوقعين أن يكون في عدد كبير جدا من الزائرين ومحبي القيصر كاظم الساهر، خاصة بعد ما الصفحات الرسمية للفنان كاظم الساهر أعلنت النهاردة على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الحفل القادم والجولة العالمية القادمة للقيصر كاظم الساهر هتكون من هنا من مدينة العالمين الجديدة، وهيكون في مزيج حلو قوي ما بين الأغاني القديمة وما بين الأغاني الجديدة، والألبوم الجديد للفنان كاظم الساهر مع الحب، فبالتالي هنسمع أغاني جديدة تراني أحبك، وهنسمع أغاني قديمة ليلى طبعا، وهنسمع زيديني عشقا زيديني. وخلينا أقولك إن إحنا لما بنتكلم مع الناس عن حفلة كاظم، أول ما بنسألهم أو نقول لهم إن في حفلة لكاظم يوم الخميس، في ناس طبعا حجزت أصلا خلاص التيكت وهتكون موجودة في الحفلة يوم الخميس، وفي ناس اول ما بتسمع على طول بتروح وبتسال عن كيفيه حجز التذاكر. وطبعا موقع تذكرتي اعلن عن استمرار فتح حجز التذاكر لحفله كاظم الساهر، فبالتالي كل الناس متشوقه ان هي تشوف القيصر وتسمعه. وكمان هيكون عندنا تاني يوم الجمعه الفنانه الكبيره ماجده الرومي مع الموسيقار نادر عباسي، ويمكن الموسيقار نادر عباسي اعلن على ان البروفات بدات فعلا في التجهيز، وبداوا ان هم يعملوا بروفات استعدادا للحفل الجميل اللي هيكون موجود طبعا في منطقه الارينا. النهارده كمان كنا بنتابع فعاليات الباراموتر ولسه موجوده لحد دلوقتي، وشفنا كمان في ناس جايه بتسال ان هي عايزه تخوض التجربه وتخوض المغامره الجميله دي، وبتسال ايضا عن طريق الحجز للباراموتر. والحقيقه الباراموتر من الفعاليات المستمره طوال مهرجان من الساعة 8 أو 9 صباحا لحد بالليل، موجودة هنا بجوار النورث سكوير. والحقيقة الممشى السياحي كان في إقبال النهاردة من الزائرين، وكنا بنشوف مختلف الجنسيات الحقيقة، ولما بيصادف يكون في حوار بيني وبين طبعا الجنسيات الأخرى اللي موجودة هنا في مدينة العالمين، عايز أقول لك في انبهار غير عادي بمدينة العالمين الجديدة، بالأبراج اللي موجودة، بالمية اللي موجودة، بحالة الطقس كمان اللي
موجودة وبفعاليات مهرجان العالمين الجديدة. خلينا أقول لك كمان أن المدينة التراثية الأسبوع ده هتشهد فرقة طبلة الست، هتكون موجودة في المدينة التراثية، بالإضافة اللي احنا هيكون عندنا كرة السلة، وبكرة طبعا ماتش بدل بين كابتن أحمد حسن وسيد معوض، ودي دعوة عامة لكل الناس بكرة الساعة 8 بالليل يقدروا أن هم ييجوا منطقة الألعاب الرياضية ويستمتعوا بهذا الماتش ويشجعوا طبعا النجوم اللي موجودين ويقدروا ان هم يتصوروا معاهم. وخليني كمان ادعو السادة المشاهدين ان هم يكونوا موجودين يوميا في منطقة الألعاب الرياضية والكيدز اريا، لان في أنشطة خاصة بالأطفال وخاصة بالأسر يوميا هتكون موجودة، والدخول مجاني للاستمتاع بكل هذه الفقرات وبكل هذه الفعاليات. ويمكن انا سامع دلوقتي حالة التفاعل الكبيرة جدا ما بين الجمهور وما بين الفرق اللي موجودة. فالحقيقي مهرجان العالمين الجديدة هو المهرجان الأكبر والأضخم في الشرق الأوسط بحالة الإقبال عليه من الزائرين من مختلف الفئات ومختلف الأعمار، ودي نقطة مهمة جدا بنركز عليها إنه مهرجان العالمين لكل الناس ولكل الفئات، أي حد يقدر إن هو يجي ويستمتع بفعاليات مهرجان العالمين الجديدة في كل المناطق اللي موجودة. احنا كمان الأسبوع ده هنشهد عدد من انطلاق المسرحيات اللي موجودة ضمن فعاليات مهرجان المسرح، هيكون عندنا مسرحية فيلم رومانسي، وفي مسرحيات قادمة هيشارك فيها الفنان كريم عبد العزيز. فاحنا بالتالي الأسبوع ده هيكون الأسبوع التاني وهو أسبوع قوي جدا من حيث الفعاليات اللي هتكون موجودة. وخلينا أقول لكم كمان إن حتى إدارة المهرجان والشركة المتحدة حرصت على إن كل المناطق اللي هيكون فيها الفعاليات فيها كل الخدمات اللي ممكن الزائرين والسائحين يحتاجوها. يعني المنطقة اللي احنا موجودين فيها هنا في منطقة الألعاب الرياضية فيها كل الخدمات من حيث المأكولات المشروبات، في عدد من الكافيهات موجودة هنا، كمان بعض الخدمات الخاصة بالبنوك المالية المتنقلة اللي بيحب طبعا اللي هيحتاج ان هو مثلا يستخدم الاي تي ام في اي لحظة هيلاقيها موجودة في الممشى السياحي. كمان صباحا بيكون في بعض الخدمات الخاصة بالمرور وبعض الخدمات الخاصة بالخدمات الرقمية. فبالتالي كل الخدمات اللي هيحتاجها الزائر لمهرجان مدينة العالمين الجديدة هيلاقيها موجودة في مدينة العالمين. الحقيقة الناس مبسوطة جدا وفي حالة انبساط غير عادية، وكمان عايز أقولك إن الناس بتزداد في الدخول، يعني الزائرين بيزدادوا، مفيش حد بيمشي، بيكون مثلا في بريك كده وسط الفقرات مفيش حد بيمشي، كله بيفضل موجود مستني لحد آخر اليوم لما الفقرات دي تخلص. تحس إن كده الناس مش عايزة تمشي يعني، وهي فعلا عشان كده بيسموها المدينة التي لا تنام من الفقرات اللي موجودة من الفعاليات اللي موجودة. وإحنا نوعدكم ونوعد السادة المشاهدين اللي هيجي هنا في مدينة العالمين مش هيندم، هيلاقي انبساط وهيلاقي حالة كده من الفرحة والبهجة ليه ولأسرته والعيلته كلها. فبندعو كل الناس إن هي تكون موجودة في مدينة العالمين الجديدة ويستمتعوا بكل الفعاليات. وبالمناسبة يعني أي حد عايز يعرف كل الفعاليات اللي موجودة هيقدر يعرف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بمهرجان العالمين، ويقدر يحجز التذكرة الخاصة بالحفلات القادمة من خلال موقع تذكرتي. دعوة مستنين كل الناس ان هي تيجي، لان اللي لسه ما جاش العالمين فايته كتير جدا، فياريت نلحق بقى الفعاليات اللي جاية، واكيد هنكون معاكم نرصد لحظة بلحظة كل الفعاليات اللي موجودة في مهرجان العالم عالمين. برجع لك يا بسنت مرة تانية لو في اي سؤال. بشكرك يا محمود، شكرا على التغطية الحلوة قوي دي. يعني بالفعل خليني أكد على معلومة انه لكل الناس اللي حابة تحضر حفلة كاظم الساهر والفنانة الكبيرة النجمة طبعا ماجدة الرومي، تقدروا ان انتوا دلوقتي تدخلوا على موقع تذكرتي وتحجزوا التذاكر من خلاله. خليني اقول ان انا مبسوطة جدا جدا بالتواجد مش بس المصري لكن كمان العربي، السياحة العربية اللي موجودة، السياح العربي الموجودين في مهرجان العالمين. يمكن واحنا بنشوف زمايلنا جمانة ومحمود وهم بينقلوا لنا الفعاليات والأحداث اللي بتحصل من المهرجان، بنشوف تواجد كبير قوي من السياح سواء العرب وحتى المصريين، وده الحلو قوي اللي موجود في المهرجان انه في فعاليات مستمرة طول الوقت وموجودة في الممشى السياحي. وزارة الثقافة بتقدم فعاليات لطيفة جدا جدا، يمكن تابعنا في اليومين اللي فاتوا الأفراد من السيرك بيقوموا بتسلية يعني المواطنين وهم ماشيين على الممشى
وطبعا شايفين الأطفال دلوقتي مع حضراتكم إزاي مبسوطين بالعروض الفنية اللي بيقدموها يعني. وده اللي احنا دايما بنتكلم فيه، لو حضرتك او حضرتك يعني في العيله مش حابين ان انتوا تحضروا حتى الحفلات، في كل حاجه موجوده. عايز الاولاد يلعبوا هتلاقي، عايز ان انت تروح تنزل في على البحر وما تعملش اي حاجه تانية في الشاطئ المجاني اللي بتقدمه الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. عايز تتمشى بس كده وتقعد على كافيه بالليل، هتلاقي فعاليات تسلي فيها اولادك وغيره وغيره. بكره كمان يمكن محمود قال لنا في المباراة للبادل، وهنشوفها ما بين طبعا نجوم وأساطير كرة القدم أحمد حسن وسيد معوض. هنشوف يعني في الحقيقة حاجة لذيذة جدا إن احنا نشوف نجمين بيلعبوا كرة قدم بيجربوا حاجة جديدة ومختلفة وهي البادل. لكل محبي النجمين أحمد حسن وسيد معوض هتقدروا إن انتوا تتابعوا بكرة مباراة يعني خليني أقول قوية جدا، هنشوف من خلالها حاجة مختلفة. في الحقيقة ده اللي احنا دايما بنتكلم عنه، الجمال في المهرجان والاختلاف في الفعاليات اللي موجود، وكعائلة كلكم تقدروا تعملوا كل حاجة. والحفلات بقى اللي جاية في الويك اند اللي جاي اكيد اكيد هتودي يعني الفايبس كده او المهرجان في حتة تانية على الويكند، لأنه كتير قوي أو الإقبال بيبقى عامة مختلف في نهاية الأسبوع بسبب طبعا الأجازة في الجمعة والسبت، فبنلاقي عائلات كتيرة قوي بتروح وبتحضر. فروحوا واحضروا وتقدروا تحجزوا التذاكر من على موقع تذكرتي، ولو مش عايزين تحضروا حتى الحفلات المهرجان والممشى السياحي بشكل عام موجود لكل الأسرة فعاليات مختلفة.